فاطمة الزهراء أبو فارس 100% كانت غتجيب لنا ميداي بالحق. كما عرفنا وكما سمعنا كل شيء، كيقولها الصراع بينها وبين بين الرئيس الفيدراسيون سي دريس الهلالي هي اللي ما خلاهاش تمشي. دابا خصك تعرف بان هادشي كيولي بحالي انا عندي شركه وانت خدام عندي، داكشي غادير داكشي اللي غنقول لك ولا ما غتخلصش وما غدير والو. هذا هو المشكل، هما ما مسيرينهاش بحال الفيدراسيون خصها طير كتشرف المغرب كتخدم كتطلع راي المغرب. هما عندهم مسؤوليه باش يديروا النتيجه، بحيث تكون عنده مسؤوليه باش يدير النتيجه كون راه يدي لك البنت باش ما كان، واخا يكون محارب معاها كما كان غيديها بالحق. هو ما كاينش اللي حاسو، ما كاينش اللي يقول له والو. داكشي علاش كيقول انا ما نديهاش، واخا انا من 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 انا ما نديو حتى ميداي كاع، حيت هما ما كيهموش. الروح الوطنيه ما كايناش، النفس على البلاد ما كايناش. داكشي علاش واش انا غندابز مع التلميذه ولا مع بنت اللي ماشي حتى انا كونتها. دابا البنت ماشي لا فيدراسيون اللي كونتها، كونها مدرب ديالها وجابها لهم واجده، ومي جابها لهم واجده دارت ميداي، ومي هضرت على حقها وهما يسدوا عليها. علاش؟ حيت ما ضربوش عليها تماره، ما عرفوش شنو دوز هذاك بنت الشعب اللي شحال من عام باها وما كيخلصوا عليها لاصال، ومدرب ديالها كيخدم معاها شحال من عام، ما شافوش داك الشيء. شافوا غير ما كتسمعش، بغات الحقوق ديالها. المدرب ديالها كيهضر على التلميذ ديالو. علاش المدرب ديالو عنده صراع مع البريزيدنت ديال الفيدراسيون؟ باسكو كيهضر على الحق ديال التلميذه ديالو، وهاك الشيء علاش ما كيعجبهمش الحال. واي واحد كيهضر واخا يكون عنده القوه باش يجيب الميداي 10 ديال الميداي دو ما يديوهاش. دابا هما كيقولوا لها اجي اعتذر لدريس الهلالي البريزيدنت ديال الفيدراسيون، اعتذر ليه ونشوف. كتقول لهم انا علاش غنعتذر؟ واش هي محقوره؟ هي مظلومه؟ هي حتى الفلوس ديالها اللي خصها تشد لي بريم ديالها ما عطاوهم لهاش، ما عمرهم ما تعاونوا مع على التكوين ديالها، ما عمرهم ما عطاوها شي ملحه باش تريني باش دير شي ستاجات هي. هادشي كامل وعاد كتبغيو من انسان هذا هو المشكل. كيبغيو يهبطوا الخنافر الرياضيين، كيبغيو يحكوهم على الارض باش ديما يبقاو ساكتين. علاش دابا الناس ما كيهضروش؟ ديما كيكونوا محقورين، كيكونوا مظلومين، وعارفين راسهم نهار ما غيهضروا غيخرجوا من ليكيب ناسيونال. الفرنساوي اللي دات الفديه راه ابو فارس غلباتها جوج المرات، ربحاتها. ايوا هذه ماشي ميداي دور بور نو، هذه ماشي ميدالية ذهبية لينا حنا. لا دابا انتم ضيعتوا ميدالية ذهبية على باش انتم تقولوا فرضتوا راسكم. هذا مشكل كبير. وشنو نقول لك واحد القضية مازال، حنا عندنا مدرب فرنساوي. دابا حنايا في المغرب عندنا مدرب فرنساوي، واللاجوان ديالو فرنساوي، ولد خوه ما عرف شنو هو. وانا اصلا كان واحد 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 الفضيحه اللي انا كنت هضرت عليها على 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 على, على الفساد اللي كان في في في, في ليكيب ناسيونال ديال التايكواندو، ودعاوني وما داو مني والو. ماشي مشكل بالحق. شنو نقولوا هاد السيد هذا دابا اللي مدرب ديال ليكيب ناسيونال ديال المغرب، واش فرنسا عندها شي تايكواندو؟ هاش ما جبتوش شي كوري من كوريا اللي غيطلع بصح ولا كتمصرو في 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 في, 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 في الكاشي ديال المدرب الفرنساوي؟ شوف حنايا كيما قلت لك ما حد مازال ما كاينه المحاسبه، ما كاين والو. واش انا غنجيب فرنساوي نعطيه داكشي اللي بغيت ونديكراي داكشي اللي بغيت ونتفاهم معاه؟ كوري وما يتفاهمش معاك كوري، اللي جبتي واحد من كوريا ولا شي بلاصه فين كاين هاد الرياضه؟ منجيب من دابا حنا في التايكواندو، شكون هو الطوب ديال التايكواندو؟ هما الناس الكوريا ياك.
علاش ما جبناش واحد من كوريا؟ علاش جايبين واحد من فرنسا اللي كيقيل كيدور بينا كيدينا ستاجات كيديهم ستاجات لفرنسا؟ واش فرنسا فيها شي ستاج؟ واش غنمشي نقراو؟ هيك وهاد السيد هذا المشاكل اللي داير في لا فيدراسيون وفي ليكيب ناسيونال والحاله اللي داير في النساء في 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 في, في, في البنات ديال ليكيب ناسيونال بدون احترام. شنو نقول لكم؟ بزاف.